Good evening everyone. النهارده هتكلم معاكم ازاي تتكلم زي الاجانب بصوره طبيعيه. How to talk like a native speaker naturally. النهارده هتكلم عن حاجتين. الكويستشن فريز ساوندز لايك. الكويستشن فريز هو السؤال بطريقته العاديه. السؤال بطريقته العاديه اللي احنا عارفينها كويس جدا. ساوندز لايك صوته بيكون عامل ازاي؟ نبدا اول سؤال معانا. When is he coming? When is he coming? هو جاي امتى؟ Sounds like a native speaker, المتحدث الأصلي, المتحدث الأصلي للغة, بيتكلمها إزاي وبيقولها إزاي. When's he coming? When's he coming? الـ ING في آخر الكلمة بتنطق ing في الآخر. ing ما بقولش الجي بصورة واضحة. في ناس تقول لك الجي سقطها خالص ما تنطقهاش. الكلام ده خاطئ تماما طبعا, ولكن الصح بنقول ing في الآخر. When's he coming? السؤال اللي بعده. What is going on? What is going on? بالامريكان او النيتيف سبيكر بيقولها What's going on? What's going on? What's going on? معناها What is happening? What is happening? ايه اللي بيحصل؟ Going on معناها happening. كلمة happen معناها يحدث. Take place معناها يحدث. Occur برضو معناها يحدث. عندنا اربع كلمات بمعنى يحدث. Happen, occur, take place, going on. السؤال اللي بعده. What is his name? What is his name? هو اسمه ايه؟ النيتيف سبيكر بيقولها ازاي؟ What's his name? What's his name? بص, what's his S-I-Z او S-I-Z. What's his name? اسمه ايه؟ اللي بعدها. What do you think? ايه رأيك؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ What do you think? النيتيف سبيكر. What do you think? What do you think? ما رأيك؟ What do you want to do? عايز تعمل ايه؟ What you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? What do you do for a living? بتعمل ايه من اجل المعيشة؟ شغلتك ايه؟ What do you do for a living? بالامريكان اكسنت او النيتيف سبيكر بيقولها ايه؟ What you do? What you do? ماذا تفعل؟ That's all I can say about this lesson today. شكرا للمشاهدة, وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. Thank you.